السلام عليكم. الاقتصاد الأردني ما بعد جائحة كورونا. فريق بحثي من طلبة كلية إدارة الأعمال دراسات عليا في الجامعة الألمانية الأردنية أجرى دراسة ميدانية استكشافية لماهية الاقتصاد الأردني بعد هذه الجائحة. تكونت عينة الدراسة من 1800 مستجيب ومستجيبة. نوع العينة كان عينة ملائمة، وتم تجميع البيانات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تحديدا الفيسبوك والواتساب. خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج، وترافق معها مجموعة من التوصيات التي نتمنى أن تصل لمتخذ القرار للمساهمة في الجهد الوطني للتعامل مع هذه الجائحة. إن تستمعوا لموجز النتائج والتوصيات للفريق البحثي، وشكرا. 75% من المشاركين في الدراسة بيعتقدوا أن المهنية العالية في الإجراءات الحكومية في التعامل مع أزمة الكورونا رح يكون لها أثر قوي في جذب الاستثمارات الخارجية في المستقبل، وهذا رح ينعكس على رفع معدلات النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة. وبالتالي بنقترح على الحكومة أنها تركز على تسويق الأردن كوجهة للاستثمار الآمن بعد جائحة الكورونا. 87% من المشاركين في الدراسة أيدوا أنه من الضروري تبني برامج العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، وهذا له دور مهم في ضمان استمرارية الأعمال في أي ظرف صعب مستقبلا. وعشان هيك بنقترح على القطاعين العام والخاص أنهم يبادروا إلى تدريب كوادرهم وإيجاد منصات تفاعلية مناسبة لتحقيق أهداف العمل اليومية من خلال التركيز على النتائج وتقليل الكلفة. 73% من المشاركين بالدراسة بيؤمنوا بأهمية التعلم عن بعد بمختلف المراحل التعليمية، وهذا بيدل على تقبل الفكرة مجتمعياً مع وجود فرص كبيرة للتطوير. لذلك نقترح توفير البنية التحتية الفعالة من خدمات الإنترنت وتطبيقات المساندة، بالإضافة إلى تدريب الكادر التعليمي على صنع المحتوى المناسب للطلاب، واللي بدوره رح يأكد على ريادة الأردن في تكنولوجيا التعلم عن بعد في المناطق العربية. 61% من المشاركين بالدراسة أكدوا على ضرورة دعم المنتج الوطني ودوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا يدل على ثقة المواطنين بالمنتج الوطني. عشان هيك بنقترح أن تقوم الحكومة بدعم الصناعات الوطنية من خلال تقليل كلف الإنتاج وفتح أسواق خارجية، وأيضاً ندعو القطاع الخاص للتركيز على تطوير جودة وتنوع المنتجات الوطنية المقدمة. 77% من المشتركين في الدراسة أكدوا على ضرورة دعم السياحة الداخلية بعد هذه الأزمة، وهذا مؤشر على وعي الناس بأهمية هذا القطاع بدعم الاقتصاد الوطني واللي بيساهم 16% من الناتج المحلي الإجمالي. عشان هيك نقترح تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتقديم عروض سياحية تشجيعية، وهيك رح ندعم الأيدي العاملة الأردنية ومرافق سياحية مثل فنادق، مطاعم ومجتمعات محلية. 57% من المشاركين في الدراسة كانوا مع البدء بعمل مشاريع صغيرة في المساحات الغير مستغلة في منازلهم لزراعة بعض أنواع الخضار أو تربية حيوانات منتجة، وهذا صراحة مؤشر على اهتمام الناس بالأمن الغذائي المستقر. لذلك نقترح تضافر جهود مديريات الزراعة في المحافظات مع القطاع الخاص لدعم مثل هذه المبادرات. 96% من المشاركين بالدراسة أكدوا على ضرورة الاستمرار بتطبيق معايير الصحة العامة والتعقيم، وهذا مؤشر على تغيير سلوكي للمجتمع من الناحية الصحية. ومن هون نقترح وضع القوانين من قبل الحكومة لمواكبة هذا التغيير السلوكي بالمجتمع، وبنفس الوقت هذا رح يشكل فرصة للشركات الخاصة للاستثمار في هذا القطاع. 85% من شاركوا معنا بالدراسة أكدوا على ضرورة زيادة منافذ الدفع الإلكتروني لتشمل عدة قطاعات في مختلف محافظات المملكة، وهذا بدل على زيادة الوعي بمدى خطورة التعامل بالأوراق النقدية. عشان هيك احنا بنقترح دعم المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال لإيجاد وسائل وتطبيقات بتسهل من عملية الدفع الإلكتروني وبتقلل من التعامل بالكاش. 96% من المشتركين في الدراسة اعتقدوا انه من الضروري إيجاد نظام لتسجيل معلومات عمال المياعمة، وهذا دليل على اهتمام الناس بهاي الفئة من المجتمع اللي بتشكل 48% من العمال الأردنية. عشان هيك من المقترح دعم برنامج التكافل الاجتماعي وإنشاء نظام لتسجيل معلومات عمال المياومة للتواصل معهم مستقبلا. 96% من المشاركين بالدراسة بيعتقدوا بضرورة دعم البحث العلمي في القطاعات الحيوية مثل الدواء، الغذاء والزراعة، لأنهم عنصر مهم في دعم عجلة الاقتصاد وتحقيق الأمن الوطني.
يعتبر هذا مؤشر على وعي الناس بأهمية البحث العلمي، علشان هيك نقترح إنشاء مراكز بحثية مدعومة من القطاع الخاص والجامعات الخاصة والحكومية.